السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر التقنية وياكم أخوكم سجاد الشمال. ورجعنا لكم بحلقة من حلقات العيوب لا ترحم. فاليوم عندنا عيوب النوفا بلاس، مثل ما وعدتكم أنه هذا الجهاز سويت له فتح صندوق زائد تعرف المواصفاته، وخصيت فيديو ثاني الأهم مميزات هذا الجهاز نزلته قبل هذه الحلقة، وقلت أنه لازم نتعرف على آخر جهاز من شركة هواوي من الفئة المتوسطة. فاليوم عندي عيوب هذا الجهاز. عيوب هذا الجهاز هي أهم من مواصفاته نفسه، والكل لازم يتعرف عليها قبل ما يشترى هذا الجهاز نفسه. ومعلومة صغيرة قبل ما أبدي هذا الشرح، والله ما عندي أي مصلحة بأي شركة، ما تهمني شركة هواوي، ما تهمني شركة سامسونج ولا أبل ولا 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 أي شركة. مصلحتي العامة هي التقنية وإفادتنا إحنا كمجتمع تقني، يعني اللي نحب التكنولوجيا. فأنا أي شركة أشوفها ناجحة وأي شركة تقدم لنا مواصفات احاول كل انه استخدم اجهزتها واعرضها اكثر بالقناة، لانه شركة ناجحة وتستحق انه احنا نقتدي بها. فهي هاي فكرة القناة وهو هذا المبدأ اللي انا اشتغل عليه. ما اطول عليكم مقدمة الفيديو، خلينا نفوت على المحتوى وان شاء الله نستفاد من عنه. اما بالنسبة للعيب الاول اللي الصراحة انه عانيت من عدة لكنه بشكل غير كبير، والبعض ما راح يحس يعني عيب، هو وزن الهاتف. يعني بسبب اكيد الماتيريال اللي استعملته شركة هواوي بتصنيع هذا الجهاز، وركزت على انه المعدن يكون اكثر ما يصمم هذا الجهاز، فكان وزنه للاسف به بعض الثقل. بالنسبة للي ما يعيب هذا الجهاز بالمرتبة الثانية هو شاشته اللي هي من نوع الاي بي اس، واقول انه هي بمعنى عيب لانه توجد شاشة الاموليد وهي افضل من عندها من ناحية الالوان، لكنه شاشة الاي بي اس الصراحة شاشة مقاصرة والوانها جدا جميلة وزوايا الرؤية جميلة، قلت انه اركز عليها بسبب وجود شاشة الاموليد اللي هي افضل من عندها. اما بالنسبة للعيب الثالث اللي استمرت عليه من هاد شركة هواوي هو الاطار الاسود او البزز الموجود حول الشاشة، وهذا يعني البعض يعتبره فد عيب ويتمنى انه تزيله شركة هواوي مثل ما زالته بالهونر 8، يعني اللي ما لاحظنا به هذا الشيء. الصراحة انه هي بالموقع الرسمي بعد التساؤلات اللي طرحوها عليه قالت انه هو بمعنى يكون جمالية للشاشة، بوقت ما تكون بوضع الخمول للشاشة يبين كأنما هو فريم كامل يعني، فلهذا السبب وجوده تعتبره من ضمن التصميم الشاصي او الديزاين للجهاز نفسه، فلهذا السبب يكون يعني عيب ومعيب. بالنسبة للعيب الرابع اللي حبيت اركز عليه هو للأسف وجود كاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، ومن الكاميرات الممتازة جدا على الجهاز، لكنه يعيب هذه الكاميرا هو وجود الفلاش الأمامي اللي سبق ونزلته شركة هواوي على جهازها الميت اس. الميت اس هو الجهاز الوحيد اللي يحتوي على فلاش أمامي اللي من خلاله أنه أنت ما راح تواجه مشكلة بتصويرك لالتقاط الصور أو تصوير الفيديو. كاميرا 8 ميجا بكسل وتحتوي على زوم وتحتوي على مؤثرات جميلة، الصراحة ينقصها هذا الشيء، لأنه النوفا بلاس ركزت الشركة على تصويره وقالت أنه هو الجهاز الوحيد اللي يدعم 4K. وحاليا راح أصطنع وضع الظلام بحيث أنه راح أخلي إيدي على الكاميرا مثل ما تشوفون تومض الشاشة بشكل أبيض، وهو هذا النمط الخاص اللي على أساس أنه هو يعوض لك مكان الفلاش الأمامي. اما بالنسبه للعيب السادس فهو منافذ الاستيعاب. للاسف انه الجهاز رغم انه ذاكرته 32 والبعض ما يعتبر عيب، لكن هو ما يدعم شريحتين ورام بنفس الوقت، يخيرك اما شريحتين اما شريحه ورام باختيارك انت اكيد، وقلت انه البعض ما راح يعتبر عيب لكنه من الواجب انه اركز عليه. بالنسبه للعيب الاخير اللي كان معي بهذه الحلقه هو إزالة النقرتين اللي كنا نستعمله باستمرار، الصراحة أنه وفرت علينا كثير من الوقت، بعد أنه أنت مرات تريد تلاحظ الوقت أو فد مهام سريعة تغير من وضعية السكون للجهاز، مثل ما تشوفون أنه هي زالت الحركتين أو النقرتين للاستيقاظ اللي أساسها نزلت على أجهزة LG وضافت حركة اللي هي تكون بظهر الأصبع اللي من خلالها مثل ما تشوفون موجودة بالحركات، من خلالها انه انت تقسم الشاشة نصفيا او غيره، وما توجد فقرة النقرتين اللي
كنت مفعلها مثل ما تشوفون انه اضافت حركات جديدة وشالت الحركات القديمة اللي موجودة من ضمنهن حركة النقرتين. بالنسبة للاطار الكاميرا مثل ما تشوفونه انه هو الصراحة يعني خارج عن فريم الجهاز نفسه، بحيث انه انت داخلية الجهاز على ظهره راح يكون اسرع بالتلف يعني بالنسبة لاطار الكاميرا بسبب كاميرا الجهاز 16 ميجا بكسل وكبرها من الداخل. اتمنى شباب انه هذا الفيديو عجبكم ونال اعجابكم وضاف لكم معلومة. بالنسبة للفقرة العيوب، حاليا انا مبدئي الاساسي بهذه الحلقة هي بيان عيوب الجهاز وليس الطعن بالشركة او طعن بمقتني هذا الجهاز نفسه، لكنه كتقني فيهمني انه اعرف عيوب الجهاز واعرف مواصفات الجهاز، واعتقد انه كثير من عندكم يفضل هذه الحلقات حتى يعرف ما ينقص هذا الجهاز. البعض ما راح يعتبرن عيوب والبعض راح يعتبرن عيوب، فواجبي انه ابينهم بالنهاية. تقبلوا تحياتي، اخوكم سجاد الشمالي من القناة.